نروح بقى لاخبار النادي الاهلي اللي عنده مباراه مهمه جدا يوم الاثنين الجاي امام الوداد في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب مركب الخامس محمد الخامس في نهائي دوري ابطال افريقيا. ومفروض ان دي اخر محطات رحله البحث عن لقب ال11 والبطوله الثالثه على التوالي. خلاص استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الاهلي على الدفع باحمد عبد القادر وبيرسي تاو في التشكيل الاساسي للفريق امام الوداد من اجل طبعا استغلال البطء الملحوظ في دفاع الوداد لان هو عاوز يعتمد على الهجمات المرتده واستغلال طبعا حاله الشحن الزائد للاعبي الوداد من جانب الجماهير داخل الملعب وكذلك طبعا حاله وسائل الاعلام المغربيه اللي هتكون موجوده من اجل الفوز باللقب. وبيعمل موسيماني في استغلال اندفاع لاعبي الوداد للهجوم على حساب الحاله الدفاعيه لاستغلال المساحات وخلق فرص تهديفيه للفريق بشكل مختلف.